السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم يا بنات. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هو لاول مره على قناتي. هذا هو شوز، دي كانت شوز لعروسه انا زوقتها قبل ما اصور القناه خالص، من سنه تقريبا او سنه ونص زوقتها العروسه زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده جاتني العروسة وقالت لي عايزة اغير شكلها علشان عندي مناسبة وعايزة اعمل شكل جديد ومختلف عن البتاع ده، لان انا نزلت السوق لقيت الشوزات اللي هي السواريهات غالية جدا ودي مش بستخدمها، فانا عايزة حاجة كده حلوة وتنفع للفستان بتاعي. فدلوقتي كل اللي هعمله ان انا هقشر، هطلع الورد الجبير ده اللي انا عاملاه تمام، هطلعه خالص وخليها خالص. وبعد كده انا عندي اللي هو ال ده تول بس لكرة بيمط كده، فهنزوق مع بعض، يعني هشيل ده وبعد كده هغلفها كده كلها بدي. Thank you.